هوضح في الفيديو التلفزيون التوشيبا اللي بيشتغل بدايرة الباور HTRZ 2154. هوضح فولتيات التلفزيون في حالة التشغيل. حاليا التلفزيون شغال، الفولت على خط 12 فولت موجود 20 فولت، والفولت على خط 110 فولت موجود 116 فولت، وعلى الفيوز هو نفس الفولت، العلم واحد الخط 110 فولت 116 فولت، وعلى باور لاين الفولت موجود 116 فولت. هي دي فولتيات دايرة الباور في حالة التشغيل العادية. أما الفولت على منظم الجهد، هنا الطرف رقم واحد عليه 19 فولت، والطرف رقم اتنين عليه 3.8 فولت، والطرف رقم تلاتة أرضي، والطرف رقم أربعة عليه 4.9 فولت يعني 5 فولت، والطرف رقم خمسة عليه 5 فولت. هي دي فولتيات منظم الجهد الخاص بالتلفزيون التوشيبا. هنا جنب التيونر 3 ترانزستور، هوضح الفولتيات عليهم أثناء التشغيل. أول ترانزستور رقمه على اللوحة كيو 830، طرف البي عليه 5 فولت، والإي عليه 4 فولت، والسي عليه 10 فولت. أما الترانزستور اللي هو كيو 421، البي عليه 9 فولت، والسي عليه 11 فولت، والإي عليه 9 فولت. أما الترانزستور اللي هو كيو 430، البي عليه 9 فولت، والسي عليه 19 فولت، والإي عليه 9 فولت. هي دي فولتيات التلفزيون في حالة التشغيل العادية. حاليا وضحت فولتيات التلفزيون أثناء التشغيل، منظمات الجهد ودائرة الباور.